السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة مالطا في ليبيا أو رقم السفارة المالطية في ليبيا. رقم التليفون هو 0-0-218-213-611-81. يبقى تاني، رقم سفارة مالطا في ليبيا أو رقم السفارة المالطية في ليبيا 0-0-218-213-611-81. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.